كالعادة بنبدأ بموجز الأخبار. الأهلي يفوز على أسوان بثلاث أهداف مقابل هدف، ومحمد شريف إلى صدارة هداف الدوري برصيد 16 هدف. هقول لكم أرقام هتخضكم بعد شوية. في مباراة ودية الزمالك بيفوز على أبها السعودي 2-1، بن شرقي ومروان حمدي، وشيكابالا سليم الحمد لله وشارك في الشوط الثاني. زي ما انفرضنا امبارح، اتحاد الكرة بيصدر بيانا بيعلن تأجيل مباراة الدوري والكاس بداية من أول أغسطس، ويقول إن في دوري جديد الأحد المقبل طبقا لنتيجة مصر والبرازيل. منتخبنا وصل بسلامة الله لطوكيو، أخذ مرانو الأول استعدادا لمواجهة البرازيل السبت المقبل، وبكرة يتفقدوا ملعب المباراة. وكان في لقاء جميل جدا ما بين منتخب الهاندبول ومنتخب الكرة. يعني من الأخبار اللي بتزعلني إن منتخبنا ضمن التصنيف الثاني بقرعة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون اللي هيتم إجراءها 17 أغسطس. هقول لحضراتكم على التصنيف بعد شوية. بعد تجربة لم تكتمل، كابتن ضياء السيد تقدم باستقالته هو والجهاز المعاون من تدريب نادي سيراميكا كليوباترا. زي ما قلت لكم ضياء السيد من المدربين المحترمين، لكن التوقيت والظرف يبدو إن ما ساعدوش. إدارة النادي شكرت كابتن ضياء السيد وقررت تعيين كابتن هيثم شعبان أو إعادته مديرا فنيا من جديد. كما كان متوقعا، الدحيل القطري يعلن تعاقده مع لاعب الزمالك السابق فرجاني ساسي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر. إلى أخبار الأولمبياد، السباح يوسف رمضان يتأهل إلى نصف نهائي سباق 100 متر فراشة، احتل المركز الـ 14، معروف إنه بياخدوا الـ 16 الأولانيين، ربنا يوفقه يا رب إن شاء الله. خسارة جديدة لمنتخب الصالات، هذه المرة أمام تايلاند 3-2 في نصف نهائي بطولة تايلاند الدولية. هنلعب مع أوزبكستان على المركز الثالث، وتايلاند هتلعب مع إيران على المركز الأول. وريال مدريد بيعلن تجديد عقد أو تمديد عقد لاعبه داني كارفاخال أو كارباخال حتى يونيو 2025. في التنس في الأولمبياد، ديكوبيتش وكما كان متوقعا تأهل إلى نصف نهائي منافسات التنس بعد ما فاز على الياباني نيشيكوري بمجموعتين للا شيء، لكن هيلعب مباراة تقيلة جدا مع الألماني ألكسندر زيفريف في نصف النهائي. والسويسرية بليندا بليشيتش بتبلغ نهائي منافسات السيدات بعد ما فازت على ريبكانا الكازاخية 2-1.